السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول: اعتقال شاب من النجف لأنه انتقد زيارة دينية على الفيسبوك، وأنباء تتحدث عن مقتله جراء التعذيب. في العنوان الثاني: السيول تغرق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، والمزارعون يحملون السلطة مسؤولية ما يحدث. وفي العنوان الثالث: الخرافات تغزو عقول شريحة من المجتمع العراقي بسبب الجهل والتخلف، ورجال الدين يستفيدون. وفي عنواننا الرابع: استمرار المظاهرات لذوي المهن الصحية في محافظة بابل من أجل حقوقهم المسلوبة. أهلا بكم. قام شاب من محافظة النجف يدعى علي سرور بانتقاد زيارة دينية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. بعد هذا الانتقاد مباشرة تم اعتقاله من قبل شرطة النجف. سنكمل حديثنا في هذا الموضوع، لكن بداية دعونا نشاهد الشاب وهو يتحدث. يا حبيبي دول يجبون الواحد، انت بدول قلبك دول يجبون واحد، يعني أنا ما لي دخل، لا دخل بالكاظم ولا دخل بحد، أنا حرية بنفسي، أشغل أغاني ما أشغل أغاني، ما حد لا دخل بي. نتابع هذه الصور التقطت له بعد اعتقاله. كما تلاحظون هذا هو، وبعد أن حلق رأسه بهذا الشكل. شرطة النجف قامت بتسجيل اعترافات الشاب علي سرور التي قال فيها إنه ينتمي لتنظيم الدولة وإنه إرهابي، والمرجعية في النجف حاقدة على الشاب النجفي الذي تتهمه بالإساءة لموسى الكاظم رحمه الله. ألا تعلم المرجعية وأحزابها أنهم تسببوا بانتشار الإلحاد بين شباب العراق وليس الإساءة للكاظم فحسب؟ يتساءل ناشط: هل سمعتم بالإلحاد في العراق قبل حكم أحزاب المرجعية؟ هل سمعتم بالإساءة لموسى الكاظم قبل ذلك؟ يتساءل آخر. هذا مقطع لعائلة الشاب المعتقل، وهم يؤكدون أن ابنهم أجبر على الاعتراف تحت التعذيب، فنشاهد. يقول أنا رابي، أنا وين صاير في العالم؟ ما كنت شيء يا عالم، والله ما كنت شيء، والله قبل مواليد 98 صغيرون خشتي ميتين، والله وكيلكم ركبتوا له فيلم داعشي، شنو هاي من اجتنا هاي؟ ثقب الحسين كل تلبيق بتلبيق، العذاب اللي عذبوه والله يمكن ولحد الان لا شايفين ابننا، ما نعرف ما نعرف وين ما وين. واطلب من عندكم واطلب من الامه الاسلام الشرفاء، اقول الاسلام الشرفاء يوقفون ويانا ويا الحق. انا ما اقبل ما اقبل على مو بس على ابني، كل انسان يسيء لاهل البيت ما اقبل، لان احنا دمنا كلنا متبرعين لاهل البيت، بس بهالحاله هاي خليتوا ابني استحت يطلع من التوقيف، راح يغير حتى ديانته بهذا ارسلوكم. هو يقول عدل وما ندري دين جوز كتلوه هماتني، جاني خبر كتلوه، والله قالوا كتلوه بالتعذيب، والله وما اقول لكم غير بس اكو الله، الله اللي حاسبكم ان شاء الله، الله قبيلكم. واناشد انا اريد بس اريد فضائيات ابدا التقي فضائيه ماكو، عمي مشردين احنا، الله وفيكم مشردين، ما جاي اريد ننتقي بس باي اذاعه، ثقب الحسين انا وبناتي وكلت مرت من عندي. لا جهالي لا عشيرتي لا الدنيا كلها تمرت من عندي. المظاهرات شنو سويتي؟ طالعين مظاهرات عم عليمن، ما تقولون طالعين مظاهرات، جاتكم تروحوا المظاهرات. ما سويتوا شيء، ليش جو العقاب هذا؟ قالوا انتم تعاقبوني عقاب رب العالمين، شلون يعاقبنا بعد شلون؟ انتم صايرين مكان رب العالمين. ما يصير هيك والله، يصير احنا وين عايشين؟ ليش الحلقة الدولة؟ عايشين بغابة احنا، والله ما كنت شيء يا ناس، ما كنت شيء. والله ما كنت شيء. يجيك مشلش ولد شاب سوى هو سوى، يجي ترفع مكانه ليش؟ سوى ورفعته هذا سوى. حرية الرأي والتعبير مكفولة وفق الدستور الذي وضعه الاحتلال والذي وضعته هذه الجماعات والأحزاب السياسية التي تحكم الآن العراق. تمعنوا في هذه الصور وفي غيرها الكثير من المشاهد التي قمعت بها حرية الرأي والتعبير في العراق،
وستعرفون حقيقة البلد الذي يعيش فيه العراقيون. ننتقل إلى موضوع آخر. امرأة بصرية نعت زرعها الذي أتلفته السيول بعد أن وضعت عليه كل ما تملك، وهي تنتظر وقت حصاده، في الوقت الذي تجاهلت الحكومة كل النداءات لمنع دخول مياه السيول إلى الأراضي الزراعية، واكتفت الحكومة بحماية حقول النفط فقط. فنشاهد. وما لافين على هالهم لين مع نهار يسدون كله بفلوس. وكله بفلوس يسدون. يلا ما بعد شيء. يلا حاصودة. يلا صدق. غرق المزارع في منطقة الصويرة الشمالية محافظة واسط بعد ارتفاع منسوب مياه نهر دجلة بسبب السيول والإطلاقات المائية الكبيرة. فلنشاهد. يا بهاي ارتفاع نهر دجلة بمنطقة الصويرة واسط الداور الشرقي غرق المزارعين والفلاحين راح زرعهم. خطية هاي العالم هنا زارعين، وهذا الفلاح هنا وهذا عده حقل مال حلال، خطية الحقل مال تغرق كلها راحت. احكي بلكت الله يشوفك. الزارع انت راح، خضر راح، خيار راح، بتيته راحت، كلها راحت، حلالنا راح، هذا المكان كله غرق. زين اجوا وحذروكم قبل ساعه ولا من وزاره الري ولا عادل عبد المجيد التبليغ ولا الري ولا كل واحد؟ هم المفروض يسوون ساتر تراب من نار دجله على من يقول ابد قبل يبلغون. هسه قام ما حد يبلغون، ان شاء الله حلال. شو نسوي احنا؟ الزارع، الزارع هنا، هذا زرع شنو هذا؟ باذنجان. شوفوا هذا الباجلة والباذنجان مالته خطيه، مغطيه وصارف عليه لايلون. هذاك الليلون وذاك الخيار وهاي البيار حاطها بيها، يعني تعبان تعبان، خلاص لي 10 ملايين انا حاطه. هذا فلاح ذاب له 10 ملايين على قاعه، وكل شيء ما حصل راحت خساره. نبقى في هذا الاطار. مواطن ينتقد تقديم الحكومه شامبو لمساعدات كمساعدات لهم وتضررهم بالفيضانات بسبب تضررهم بالفيضانات والسيول في أمر مضحك مبكي، لأنهم لا يجدون طعاما يأكلونه ولا بيتا يؤويهم. فنشاهد. ما سلف مالكم هذا التون شو اسمه؟ هاي العدل، هاي اللي هاي اللي هاي مدعوة، اسمها مدعوة. مدعوة. اي مدعوة، منطقة مدعوة. والبارحة اللي طيناكم انتم البارحة مدعوة. ها لا. طيناكم مساعدة. جابوا لنا هذا شنو شامبو ما ادري شنو شغلات هذا من جيبنا. احنا شو نريد؟ نريد مواد غذائية تجيبوا لنا تمن. اي هسه اجت بالطريق. تمن عدس، عدس تسوي شوربة. اي والله عدس شوربة نطبخ الله كريم. اي والله العظيم. عدس نطبخ شوربة الله كريم وهي بتطبخ صافي. احنا السرج هذا يبس. وتونا كنا عاد كنت تلحق علينا ما تلحق علينا يبس هاي بعد راح. اي عارف لحقونا بالتمن والواحد العدل. اي والله. لا لا هو هندي. هندي. لا يتوقف المسؤول في العراق عن الضحك وقت الازمات. عموما ننتقل الى موضوع اخر. معاناه اهالي منطقه حي العسكري في قضاء المسيب شمالية محافظه بابل نتيجه غرق بيوتهم بمياه الامطار. فايضين 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 هنا بعفنا بيوتها قاعدين حاطين لنا صهوة ذيك وقاعدين مروتكم نطلب ماكو هاي خبر قاعدين بها انا فت وبرد فلا احد وصلنا ومي غرقنا هاي كل سنه هش كل سنه ايش وقت نغرق يعني اذا تيجي مطر النخره نحن انتهينا وقعت بيوت علينا فنطلب من رئيس الوزراء انه يشوف لنا فتشاره اسلكنا منها. هاي الست شلون قاعد تفوت للبيت؟ اركان؟ حافي. هات له بلد.
هذا مي ما اقدر حفاظ طاب المي جوه ما اقدر اطببك مي جوه تصدق حتى ذي الثلاجه خلوها الجهال لا يعبرون نعبر بيه هذول الطلاب الصبح وهذا شوفه شوفه افطر بعد ليش افطر افطر شوف شوف الجهال شوف مدارس عندهم وطلاب عندنا زين شوف والله حتى الله ما يقبلها عمي وين صايره بالتاريخ ما صايره شوف المي شوف الخيسه صايره عمي لحقونا حطونا خيام حطونا لطاب عندنا مرضى ما ترام عمي والله هاي الوايرات جام جده علينا من المطار زين التيولة قامت كهرب لو ما احترقت ما ترام رادنا تبليط عمي ومجاري. ننتقل الى موضوع اخر وهو في غايه الاهميه والخطوره كذلك لانه يعكس حالة الوعي لدى شريحة من المجتمع العراقي. بقايا هيكل آلية للحصاد تصبح مكانا مقدسا لبعض الناس. ناشط انتقد هذه الحالة وانتقد صمت المرجعية والمعممين في عدم توعية الناس لما يحدث من جهل وتخلف. فنشاهد. حاليا أنا في موقع الحاصودة المقدسة، هذه الحاصودة اللي جاي الناس تزورها وجاي يشوفون مجموعة من البيارغ والرايات اللي موجودة. هذا طبعا البيارغ احنا نشوفها بس بالمناطق المقدسة، بس بالمراقد المقدسة اكو ناس يبيعون هاي حتى تطلب حاجتك او اذا عندك نذر، لكن موجودة هسه البيارغ جاي يشوفونها بهذه الحاصودة. هذه الحاصودة عبارة عن بقايا هيكل حديد او حاصودة قبل 50 سنة. التقيت بأكثر من شخص وأغلبهم رفضوا الخروج والتكلم وقالوا أنه فعلا أكو ناس تجي تقدس وتحترم هذا الحاصودة وهو بقايا هيكل الحاصودة. طبعا أكو قسم بدأ يضحك ويقول هو اللي ما يخاف من الله معقولة يخاف من حاصودة. والسؤال اللي ينطرح هنا، احنا دائما نناشد المسؤولين لكن هالمرة مناشدتنا متوجهة الرجال الدين، ليش دور رجال الدين مغيب في هاي المناطق وليش يقتصر أغلب دورهم على المدن؟ مو كان من المفروض يتوجهون لهاي المناطق وتوضيح الحقائق لهاي الناس، وبدلا من تقديس حاصودة أو صاحب الحاصودة المفروض تقديس اللي خلق صاحب الحاصودة واللي خلق اللي صنع الحاصودة. طبعا ينقل لي أحد الشباب موقف يقول مرة من المرات ردت اشتري حمامات ما عندي فلوس، جيت الحاصودة زرتها فلقيت واحد مطلوب نذر وجايب فلوس وشاهد هنا بيرغ بالحاصودة واخذت الفلوس واشتريت حمامات، قلت له رجعت الفلوس؟ قال لا والله قرضه حسنه ان شاء الله من تتحسن الحاله الماديه ارجعها. طبعا الروايه الثانيه حدثني واحد من الشباب قال احنا اكو عربيد يعني موجود بهذه الحاصوده، هسه احنا جاي نتقرب حتى نشوف العربيد لكن ما شفت شيء، يعني جاي تشوفون انتم هسه ماكو كل عربيد وماكو اثر لاي حيوان. قلت له شنو هذا العربيد؟ العربيد هو عباره عن افعى كبيره بالحجم. فقلت له شنو؟ قال هذا موجود حتى يحرسها. فقلت له اخوي على شنو يحرسها؟ هذا بس شومه حديد يعني في شنو اللي يحرسها؟ فواحد من الشياب قال لي عمي انه امر طبيعي نوجد بها عربيد اي حيوان. قلت له ليش؟ قال بالصيف درجات الحراره عاليه بهاي المناطق ولهذا انه اي حيوان يبحث عن اي في ظل حتى يقعد بيه وهذه موجوده فيجي الحيوان يلبد بها الحاصوده. اللي تشوفونه هذا المنشار مال الحاصوده مال الحصاد طبعا ايضا مقدس وتجي الناس تزوره، يعني اي شيء يتعلق بالحاصوده هو شيء مقدس وممكن بالمستقبل بعد 50-60 سنه تشوفوه في الضريح او مرقد نهائي الحاصوده. يتساءل البعض من المسؤول عن ادخال المجتمع او شريحه من المجتمع في هذه الخرافات وهذا الجهل والتخلف. انا بصفتي مذيع ومقدم برامج ليس من حقي ان اعطي اجابه عن اي سؤال، انا اطرح الاسئله فقط، لكن سأعطيكم أو أذكركم بحادث حدث سابقا ولكم الحرية بالاستنتاج. هل تذكرون المكان الذي عذرا للكلمة تبرز به أو تبول به خميني سابقا قبل أن يخرج من العراق وجاء مسؤولون ليقوموا بطرح اقتراحات لتحويله إلى ضريح مقدس لأنه تواجد فيه الخميني بشكل أو بآخر؟ المسؤول الذي يفترض أن يكون حاصل على درجة علمية ومثقف وواعي أكثر من شريحة من المجتمع لأنه هو الذي يقودهم، تخيلوا عندما يكون المسؤول بهذه العقلية ويفكر بهذه الطريقة، فلا غرابة أن نجد في المجتمع من يفكر بطريقة أسوأ منه. ننتقل إلى موضوع آخر. استمرار تظاهرات ذوي المهن الصحية في قضاء المسيب بمحافظة بابل طالبوا برفع مخصصات الخطورة والتأمين الصحي لهم. فنشاهد. ما نسميه إضراب، نسميه اعتصام او وقفه احتجاجيه
المطالبة بإرجاع حقوقنا المختصرة، حقوقنا اللي ما بها أي سند قانوني، وأسوة بقية الوزارات. يعني بقية الوزارات خريجي المعاهد ما مسكنين، يرفع يصعدون، بينما المعاهد الصحية اللي هي مع بالنظر الاعتبار أنه هم سنتين تقويمية، خريج المعهد الصحي أو المعهد الطبي الفني دراستهم سنتين تقويمية، يعني تعادل 3 سنوات، وحجب مخصصات الخطورة والتسكين ما بي أي سند قانوني. احنا اليوم إداريين ومنتسبين قطاعات شمال بابل للرعاية الصحية، احنا خرجنا اليوم اعتصام المطالبة بحقوقنا، الحقوق اللي احنا موجودة ما اعتقد إلنا لحد الآن، احنا أسوة ببقية الوزارات وبقية الدوائر ان لحد الآن ما وصلت إلنا. احنا المرضى والملامسين اللي ديجون إلنا، المرضى الحالات المرضى اللي ديجون إلنا لحد الآن احنا معرضين للخطر، حالنا حال الكوادر التمريضية والكوادر الصحية والكوادر الأطباء، والخطورة اللي موجودة إلهم هي ما موجودة إلنا. فشنو شنو 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 هذا الظلم اللي بحقنا احنا الكوادر الإدارية؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أثناء زيارته لإيران عن تغيير اسم ساحة الاحتفالات الكبرى في العاصمة بغداد إلى ساحة أكيتو، وهي تسمية تطلق على بداية السنة عند الأكاديين والآشوريين. تقع ساحة الاحتفالات وسط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، ومضى نحو عقد ونصف على إغلاقها أمام المواطنين. هذه صور ساحة الاحتفالات لمن لم يشاهدها بمنظر حي، هذه الصورة لها، وهناك صورة أخرى كذلك لهذه الساحة، طبعا كانت تقام فيها الاستعراضات العسكرية في السابق، والاسم على المسمى أنها كانت تقام فيها الاحتفالات وغيرها من المناسبات الحكومية الرسمية في العراق. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع. براء يقول أو تقول: هاي اللي الله قدركم عليها، لو مو تغيرون اسمها تبقى ساحة الاحتفالات، ولو بيكم خير كان سويتوا ساحة جديدة لو ملتهين بالبوق. منطق. في تعليق آخر محمد طارق يقول: أكيد هاي توجيهات من دولة الأرجنتين الجارة، لأن الساحة ترمز لانتصار الجيش العراقي على إيران. في تعليق آخر أيضا بلال يقول: حكومة تاركة مشاكل العراق الاقتصادية والخدمية، وحايرين يغيرون أسماء المدن أو الشارع أو النشيد الوطني أو أي شيء يرمز إلى ما قبل 2003. في تعليق آخر لدينا محمد يقول: لازم الأوامر كانت قوية، شو عادل عبد المهدي قبل إجا من طهران أو قبل إجا من طهران على ساحة الاحتفالات؟ فيها سؤال. ولدينا أيضا ضمن التعليقات أياد الحسناوي يقول: هاي لازم البارحة من رحت الجماعة أمروك تغير اسمها، لأن كانت ساحة لاستعراض الجيش العراقي. وفي آخر التعليقات لدينا بهذا الصدد مروان يقول: من تعرفون ليش سموها ساحة الاحتفالات وليش سووها أصلا؟ راح تعرفون منين صدر هذا القرار. إذا كان هذا ما لدينا من تعليقات، نراكم بعد قليل. معركة الكرامة هو هذا الوسم الذي تداوله ناشطون على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. معركة الكرامة الثانية. عز الدين يقول: قيادات الحركة الأسيرة ومئات الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني يدخلون في الإضراب المفتوح عن الطعام بعد تعنت إدارة السجون رفضها لمطالب الحركة الأسيرة. في تغريدة أخرى آيات تقول: وهي خطوة نادرا ما يلجأ إليها الأسرى، إذ تعتبر الأخطر والأقسى لما يترتب عليها من مخاطر جسيمة جسدية ونفسية، وصلت في بعض الأحيان إلى استشهاد عدد منهم. في تغريدة أخرى لدينا مؤمن عزيز يقول: لن نترك أسرانا وحدهم في مواجهة السجان المتغطرس أو السجان المتغطرس. وفي آخر التغريدات بهذا الخصوص
مصعب يقول: الإضراب عن الطعام وسيلة يتخذها الأسير الفلسطيني لنيل أبسط الحقوق الإنسانية التي تفتقدها الصهيونية. كان هذا ما لدينا بفقرة الهاشتاج، نراكم بعد قليل. في العراق بعد الاحتلال هناك أمراض كثيرة، أوبئة، هناك من انقرض منها وعاد ليظهر من جديد في العراق. عموما ارتفاع كبير بحالات الإصابة بمرض السرطان في العراق، دعونا نشاهد. انا ورم فوق الكلى، فرحت سويت لها عمليه زراعه الزرع، قالوا بيها ذاك المرض، شفنا بانه ذاك المرض تعالج بيها من شهر رمضان لحد الان. احنا بهذا الشارع يعني هسه انا بهذا الشارع بالعشر حالات، اللي بين بيتين وبيتين الثالث بهذا المرض. اول ما حاله امراض سرطانيه او انا بالدرجه الاولى ابني توفى، ورحنا للمحافظة، محافظة البصرة، مجلس المحافظة، قالوا نريد 10%، انطيناهم أكثر من 30% وقلنا لهم بعد أزيد. دعونا نغير من المود قليلا، الجو العام، لأنهم أصحاب قضية. يابى الفلسطينيون إلا أن يتركوا أثرا في كل مكان على سطح الكرة الأرضية وحتى غير الكرة الأرضية. عصام النمر فلسطيني عمل في وكالة ناسا، قام بإرسال حجر كتب عليه جنين، وهي المدينة الفلسطينية التي ولد بها، وليتم وضع الحجر على سطح القمر. دعونا نشاهد. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.